حياكم الله مشاهدينا. بعد هذا الفاصل تطرقنا لهذا الموضوع اللي بنتكلم عنه الحين اللي هو الابتزاز، او مش الابتزاز، الاستفزاز. الاستفزاز بنفس المعنى، هو نفس المعنى، الابتزاز والاستفزاز وتنمر يعني بنفس كله بنفس المعنى في النهايه. الاستفزاز الالكتروني في بدايه البرنامج وقلنا انه منتشر هالايام، خاصه مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والكل ما شاء الله فعال عليها. واتصلت في الموضوع قبل؟ تعرضت للعديد من المواقف بما ان من السوشيال ميديا، من مذيعه، وانت بعد اكيد مذيع. اغلبيه يعني الاشخاص الموجودين عندهم صفحات فيها متابعين، من الممكن انه يبتزهم ولا يستفزهم؟ يستفزهم هذا الشيء على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن اكيد بنتعرف اليوم على القوانين وايضا بعض التشريعات اللي خلينا نقول انها تكون مع شخص في السوشيال ميديا، أن يعني تحمينا. وأكيد الدولة الحين قننت هذا الموضوع وسنتها. طبعا في هناك قوانين مهمة حطتها الدولة لهذا الموضوع، بنتعرف عليها إن شاء الله مع الدكتور أكيد حسن مصطفى، عميد كلية الاتصال الجماهيري وأستاذ الإعلام الرقمي بجامعة الفلاح بدبي. أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بكم، واسعد الله مساكم بكل الخير وعلى كل المتابعين ان شاء الله. نعم. خبرنا اول شيء عن مفهوم الاستفزاز الالكتروني، هل هو نفسه ابتزاز الالكتروني ولا لا؟ هو يمكن نقول طبعا الان كل المصطلحات اصبحت رقميه والكترونيه. نعم. يعني الزين والشين خلينا نسميها في هذا الاطار، لكن هذا كمصطلح، لكن كمفهوم يمكن يكون موجود في السابق بس بصور مختلفة أو بأشكال متنوعة، ولذلك سمي الاستفزاز الإلكتروني لأنه يعقب ابتزاز. يعني يمكن نقول المرحلة الأولية هي مرحلة الاستفزاز، ثم المرحلة الثانية هي مرحلة الابتزاز. نعم. فإذا يعني كما أسلفتما كلاهما مرتبط مع بعضهما البعض. نعم. إذا في النهاية نحن نوصل، كل الطرق تؤدي إلى روما على قولتهم. نعم. بنوصل آخر شيء للابتزاز. نعم. جميل جدا. اليوم ما شاء الله هناك طرق حديثة عند المستفزين والمتنمرين والذين يريدون أن يوصلوك إلى الابتزاز مثل ما ذكرت. نعم. وأيضا يعني ما هي الطرق التي يجب أن يحذر منها صاحب الصفحة؟ مثل مشهور، مذيع، مثل ما ذكرت مروة قبل شوي، المشاهير هم أكثر ناس يتعرضون لهذا الموضوع. صحيح. نعم. خلينا نوضح المفهوم بتاع الاستفزاز. نعم. الإلكتروني، شو يسوون الاستفزاز الرقمي في البداية؟ نعم. هو بكل بساطة هو عملية استدراج، خلينا نسميها. نعم. استدراج الطرف الآخر للتحايل عليه حتى يتفوه. نعم. أو يكتب. لا يمكن، عشان كذا انا ذكرت يتفوه كابتشر، لا ممكن تكون نوت صوتي. صحيح. او يكتب، او حتى ممكن تكون صوره. صح. ما يمكن ان يكون مجرد من قانونا. نعم. فدي عمليه الاستفزاز الالكتروني او الاستفزاز الرقمي. وعلى فكره احنا قلنا هو كمفهوم نعم هو جديد، عفوا كمصطلح هو جديد، لكن كمفهوم كان موجودا في السابق. نعم. تحت بعض المسميات مثل الهندسه الاجتماعيه. اللي هي فن استخلاص المعلومات من الاخرين. فاحيانا بعض الناس لربما يكتب موضوعا ما ثم يبدا في محاوره الطرف الاخر بطريقه معينه متدرجه إلى أن يقع في المصيدة. جميل جدا. والمصيدة اللي هي التجريم القانوني بناء على ما يقوم به من رد فعل معين. صحيح. أو كتابة معينة. صحيح. فإذا لا بد أن ننتبه إلى نقطة، ودعني أربط هذا الموضوع بعملية التسامح الرقمي. بما في تسامح رقمي. نعم. نعم جميل. كل شيء الحين كل شيء رقمي. نعم. غداء رقمي، عشاء رقمي، زواج تكنولوجيا، زواج رقمي موجود. نعم موجود. فالتسامح الرقمي هو كيف أنا أتقبل آراء الآخرين. نعم. على السوشيال ميديا بصورة عامة ونحترمها أيضا. ونحترمها بالضبط. فإذا عززنا هذه الثقافة في نفوس الناس، إذا يعني لتجنبنا كثيرا من المشكلات بما فيها مسألة الاستفزاز الرقمي. نعم. أحيانا تجد أحدهم يكتب موضوعا ويعلق رقم واحد على الموضوع ويعلق الثاني على الموضوع، يأتي الثالث يعلق على تعليق الأول. نعم. وتحدث هنالك مشادة وشجار بين ناس ما يخصها في الموضوع الأول. يعني في البوست وهنالك من لا يعني لا ناقة له ولا جمل. صحيح. في وسط هذه المعمى يأتي ويكتب
اكسسوارات موبايل للبيت. هذا الاعلان لا على على طاري الموضوع. اهم شيء موضوع الدايت اذا تبين تنحفين وتخسرين الوزن. هذا اقول لك هذا موضوع ثاني. انا من اسبوع شفت بوست بالانستغرام شيخ روحاني وخطابه وبدك تخس احذرهم. صح. يقول لك شيخ روحاني للتفريق والتقريب. نعم. هل وزنك تعبك؟ عندي الحل. نعم. هل تريد متابعين لايكات؟ هاي دشونتي يا حر. صحيح. حسابي للبيع. ايضا صح. اسدد هناك لا اسدد ديونك. لا داشين اسدد ديونك واقدم معونات للمحتاجين. خطابه عثرنا على دولارات بيعها لك نص المبلغ. لا. يعني كل هذيل بعد ها قصه ثانيه هذه. نعم. يعني يدخلون في وسط في السوشيال ميديا بيصبح عندنا بيصبح نعم وهنالك عندنا مصباح سحري علي بابا. لا علي بابا قلتوا ولا علي بابا؟ علي بابا. شو علي بابا؟ علي بابا. فلو عززنا ثقافة تقبل الآخر حتى في الآراء. نعم. لن نقع في عملية الاستفزاز. لماذا؟ لأن هنالك فرق بين الرأي والحقيقة. نعم. يعني إذا شخص طرح رأيا معينا لا يعني بالضرورة أنه حقيقة فتستفز وعلى ضوءها تتم مسألة المقاضاة. نعم. إلى آخره من هذه الأمور. دكتور حسن المفروض يكون في نشر لثقافة معينة علشان المستخدمين الإنترنت أو السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي ما يطيحون في هذه المصيدة أو الفخ اللي نقول. إنزين شو هي الثقافة المفروض أن تنتشر؟ نعم تقبل الآخر. هذا شيء مهم جدا. وأن الرأي لا يعني بالضرورة أنه حقيقة. يعني إذا طبعا ما لم يكن ما هذا الرأي حقيقة مثبتة عند الناس. يعني شخص يجي يقول والله أنا أرى أن الشمس ليست شمسا. هذا ليس برأي. هذا اللي يقول لك البحر هو مخالف لحقيقة أصلاً. البحر سكر والبحر أسود. أوكي البحر نعم أسود. لكن لو حد قال مثلا يعني الشخص الذي يتحدث أنا مثلا صوتي ليس بجميل. فهل أخذ بهذا كحقيقة مسلمة وأدخل معه في الجدال كيف تقول عني صوتي مش جميل وكذا إلى آخره؟ فهو رأيه وهو حر في هذا الرأي. قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. نعم. فإن تقبلت هذا الرأي إذا لن أستفز. نعم. صحيح. فهذه التي نريد أن نوصلها للناس. ناحية ثانية دائما ما نقول إحدى إشكالات مواقع التواصل الاجتماعي أننا ننتهك خصوصيتنا بأنفسنا. صحيح. بمعنى كل معلوماتنا الشخصية من صور وغيرها موجودة على العلن. فلربما أخذها أحدهم بنية الاستفزاز ونشر بعض من هذه الصور أو بعض هذه الأمور. أنت اللي وضعتها. يا نعم. ليستدرجك فيها. ثم في يقوم بعد ذلك بعملية الابتزاز ويحقق ما من وراء ذلك مبالغ تعويضية وغيرها حسب استغلال القواعد القانونية في هذا الأمر. نعم أكيد هناك قوانين سنتها الدولة. وأيضا على طاري هالموضوع بس في موقفك إيه بابا أقوله يستفيدون من المشاهدين. إحدى الأخوات مرة وهي أيضا يعني مشهورة دشت عليها واحدة سبتها. نعم. في الدايركت قامت سوت كابتشر وحطتها بوست على صفحتها. نعم. قامت هذيك اللي سبتها رفعت عليها قضية. نعم. وربحتها لأنها دخلت هي في موضوع التشهير. نعم. لأن اللي انسبت هي خسرت ودفعت غرامة لأنها أخذت السبة وحطتها على البوست. الحذر كل الحذر فيها. بالضبط الحذر كل الحذر. نعم. من يعني التعامل هذا استدراج. صحيح. وهذا استفزاز إلى أن أوقعتها في الفخ. نعم صحيح. لكن دكتور حسن هذه مشكلة العصر اليوم بصراحة خاصة عند المشاهير. أبا منك نصيحة لمشاهدينا كيف من الممكن أن ما يطيحون في هذا الفخ أو هذه المشكلة. أولا تقديم المحتوى الإيجابي وهذه مسألة مهمة جدا. والتعامل خلينا نسميها بالروح الرياضية الرقمية إذا ربطنا بهذا الجانب. ونتقبل الرأي ونوضح ما يمكن أن يكون غير واضح عند الآخرين حتى لا نستغل في هذا الأمر في محاكم أو في تعويضات أو في ابتزاز. لأن المسألة قد تستمر يعني ليست القضية مرتبطة فقط بمحاكم وينتهي الموضوع ولكن لربما هنالك تبعات أخرى. نعم. لهذا الموضوع. نعم الصمت هو خير جواب دائما. نعم. يعني التزموا الصمت ودائما تجاهل. بالضبط تجاهل لفقراء طنش الأدب تعش. تجاهل لفقراء الأدب بالضبط وطنش تعش قالوها من زمان. شكرا لك أكيد دكتور حسن مصطفى عميد الاتصال الجماهيري وأستاذ الإعلام الرقمي بجامعة الفلاح بدبي. سعدنا جدا بهذا اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مستمرين أكيد معكم مشاهدينا الكرام. نطلع أنا ومرمى. مرمى؟